التسجيل. هلا نحن اليوم ان شاء الله حتكون اخر جلسه بالاي تي سكيورتي، امانه تقنيه المعلومات. اول شيء في عندنا كم فكره ننهي فيها من النظري، بعدين كل شيء تركناه عملي بنرجع نشوف قوائمه شلون نوافذه. هلا اول شغله، اول فكره وقفنا عندها هي بروتوكول نقل الصوت عبر الانترنت، هي الفو اي بي، فويس اوفر انترنت بروتوكول. هلا كتعريف مرق معي من قبل بأساسيات الحاسوب، مرق بأساسيات الإنترنت، قلنا بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت هي تقنية استخدام أو إجراء مكالمات هاتفية عبر الإنترنت. على كلمة مكالمة هاتفية ممكن تكون صوت فقط، ممكن تكون صوت صورة، يعني الهاتفية ولا فيديوية نفس الشيء، على الأقل صوت. البروتوكول اسمه بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت VoIP. قلنا وقتها من أمثلته مثلا السكايب، الواتساب، الفايبر، تيليجرام، هالبرامج كلها، اللاين، الإيمو، كل هالبرامج هي برامج تعتمد على بروتوكول فو اي بي. هاي من قبل نحن نعرفها. اليوم بدي أول شغلة فيها شو نقاط الضعف تبعها أو شو مشاكلها أو محدودياتها. كلمة محدوديات، ما الذي يقيد؟ ما هي مشاكل؟ إذا لي محدوديات مشاكل، ما الذي يقيد استخدام؟ نفس المعنى بالنهاية. الأشياء تبعاتهم مشاكلها، أول واحدة البرمجيات الخبيثة. شو قصدي بالبرمجيات الخبيثة؟ هي نفس اللي حكيناها، مشاكل الشبكة بشكل عام. عادة قلنا بالشبكة إذا عندي جهاز موصول بالشبكة مصاب ببرنامج خبيث، شو ما كان، فيروس، دودة، حصان طروادة، ما بيهم نوعه، برنامج فدية اللي هو ممكن ينتشر عن طريق الشبكة لجميع الأجهزة. نفس الشيء ببرامج نقل الصوت عبر الإنترنت، إذا اللي أنا عم بجري معه الفو آي بي جهازه مصاب ببرنامج خبيث ممكن ينتقل لعندي. لا السبب بيقولوا إنه أول شغلة حكينا من قبل إنه برامج مكافحة الفيروسات أساسية قبل ما استخدم الكمبيوتر. هاي أول مشكلة. أنا ما بعرف ليش حاطينا مشكلة ثانية هي نفسها البرمجيات الخبيثة، هو الوصول المستتر. شو يعني وصول مستتر؟ ضمن البرمجيات الخبيثة حكينا عن البرمجيات الجذر روت كيت، قلت هي تسمح بالتحكم بجهازي. كمان ممكن إذا اللي عم بحكي معه ما بعرفه ممكن يبعث لي هيك برنامج يصير هو يتحكم بجهازي. يعني حتى مثلا بالموبايلات ممكن يبعث لي برنامج، في برامج على الموبايلات بتسجل كل شيء بعمله، كل شيء رسائل بيقدر يقراها، إذا رسائل عادية ولا واتساب، بس يرن عندي برن عنده في يسمع المكالمات. وعليكم السلام. والله تمام الحمد لله. أنا حبك. يلا يا طافي. بس هو لا بلشنا يعني خمس دقايق. لا. آخر الآي تي بعدين فحص. لا شيء جينا بكير شوي. فالوصول المستتر هي إنه إذا الجهاز عم يحكي معي، هلا هي ممكن مو إنه بدون معرفته، ممكن أصلا هو يبعث لي برنامج. في برامج على الموبايلات ممكن تقرأ جميع الرسائل شو ما كانت، إذا رسائل نصية ولا رسائل ببرامج محادثة شو ما كان البرنامج عم يستعمله، في برامج خطة. فأنا اللي عم بحكي معه عن طريق برامج نقل صوت عبر الإنترنت بيقدر يبعث لي هيك برنامج. ثلاثة، الوصول إلى الملفات. مجرد ما أنا فتحت اتصال معه ممكن يدخل على ملفاتي. هلا هي مو أي شخص بيقدر يدخلها، بده يكون عنده معرفة قوية بالشبكات، بس هي ممكنة. هي فائدة استخدام برامج مرق معي جدار النار الفايروول، أنه بيمنع الدخول من خارج شبكتي. والمشكلة الأخيرة تبعها التنصت. بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت أو رسائل فورية نفس الشيء ممكن بسهولة التنصت عليهم، ممكن بسهولة أنه في برمجيات تنصت عليها. هلا بيجي واحد بيقول لي طيب هل حاليا الواتساب بآخر تحديث صار التشفير بين الطرفين فمستحيل تنصت؟ هذا حكي نظري، مو مستحيل لكن صعب، وفي برامج أمانة أقل. هلا إذا عم يشفروا
التنصت ممكن بس هو عم يسمع كلام مشفر ما عاد يطلع معه الكلام بدل يعني مثل ايام ما بعرف اذا معاصرين جربتوها اول ما فات الانترنت على سوريا بال2000 لما كانت على الدايل اب كنت توصل خط التليفون اذا برفع خط التليفون انا بوصل الانترنت بسمع اصوات زي بي فهو اذا مشفر البيانات ممكن هو يسمع هيك اصوات ما لها معنى ولكن بالنهاية قدر يتنصت لو انه اصوات ما لها معنى تفضل الاثنين مبدا واحد ممكن بدون ما يعرفهم بس انا بدون ما اعرفهم تنصتت ما عرفت مين اللي عم يحكي ما استفدت لا شيء بدي ضروري اتنصت عليها الواتساب كانت مشكلتها هذا الحكي قبل ما تشتري الفيسبوك هذا الحكي تقريبا من 7-8 سنين كان خوارزمية التشفير تبعها تعتمد على رقم الهاتف فاذا انا فكيت التشفير تبعها بمسك خوارزمية بقيم رقم يبحث رقمك بسمع كل مكالماتك بفكيت تشفيرها غيروا هالطريقة بس لقوا انه مكشفت في عالم كثير صار الواتساب كأنه مو مشفر غير طريقة هلا الأأمن في برنامج اسمه وايبر ما له منتشر كثير شغال لأنه مو شهير فما حد ينطوه بس أنت لما تستخدم برنامج بدي عالم تاني تستعمله الوايبر لما طلع تقريبا من 9 سنين هيك شيء ايه لما طلع وقتها كان البرنامج الوحيد اللي فيه خيار حذف الرسالة بعد إرسالها من المرسل والمستقبل والسيرفر حتى عند الشركة ما بيضل هلا بعدين الواتساب ضافوها حتى لا ضافوا رسالة تدمير ذاتي أنا فيني بعت بالتليجرام ضافوا رسالة تدمير ذاتي أنا بعت رسالة بقول له هي صالحة لمدة أسبوع بعد أسبوع حذفها من كل اللي استلموها لا إيه هلا فيها خيار إلغاء الحساب وحذف البيانات فبيصفى أنا بس حطيت حساب جديد أنا اشتريت رقمك فعلت على نفس الرقم بيطلع خط جديد أساسا أنت إذا بتشوف طريقة التشفير تبعه طريقة عفوا الأرشفة تبعه الأرشيف تبع الواتساب بمكانين واحد على موبايلك نفسه بيحط نسخة بقب ضمن الجهاز فأنا إذا حذفته ورجعت نزلته على نفس الجهاز بياخد رسائل منه اثنين بيقول لك بتحب تخزن عبر الكلاود عبر الشبكة عم بعطيه غالبا حساب جيميل وهي بيحطه صراحة شركة واتساب نحن مو مسؤولين عن أمن اللي خزنته على الشبكة هذا حسب الشركة اللي انت آخذها يعني انت عم تخزن هاي بيانات عند جوجل صار الأمن تبع جوجل نحن ما دخلنا فلا حتى انت حذفته بدون ما تلغي البيانات لغيت حسابك الخط له زمان انا اشتريت نفس الرقم نزلته ما بيطلع عندي البيانات القديمة لأنت رابطها بإيميلك ما معي كلمة سر إيميلك ما بدي أرجع البيانات اللي كانت عليه وما معي جهازك نفسه ما في مشكلة بالنسبة للأشخاص بالنهاية الشركة عم يضل عندك كل شيء هي النقطة إنه نحن عم نشوف كأشخاص ما قدر قدر يأخذهم بس عم تحكي عن جهات مؤسسات أنا أساساً كل البيانات اللي عم تبعد عم يأخذ نسخة منها لو إنه كل فترة بيقولوا نحن نحذف البيانات نحن كذا بس مو 100% في شيء هون هلا هي مشاكل بروتوكول نقل الصوت قبل الانترنت والرسائل الفوريه طيب شلون بدي اتلافاهم تلافيهم يعني عمليا تتسمى هي طرق ضمان السريه عند استخدام بروتوكول نقل البيانات او رسائل فوريه بروتوكول نقل الصوت او رسائل فوريه طرق ضمان السريه يعني هي اللي بدي احاول اتلافى هالمشاكل الموجوده فيه هدول ثلاث خيارات يمكن أول اثنين مرئين من قبل بس ثالث مماري أول شغلة التشفير تمام سلمي أول شيء التشفير مارق معي سابقا شو مارق معي سابقا حتى بالآي تي صار مارق كذا مرة تشفير تقنية ترميز مستخدم في جعل بيانات غير مقروءة بهدف حمايتها أنا قبل ما أبعث بيانات بشفرها ليش؟ صفي ما حد بيعرفها غير اللي أنا عم شوفه فهي مثلا الواتساب اللي عملي نحن عم نعتمد تشفير طرف لطرف يعني عمليا
انا عم ببعث لواحد وعم ببعث للثاني، لكل واحد عم يفكر معه بطريقه شكل ما فيهم ينصتوا على بعض. بس انه يفضل استخدام برامج تشفير، واحد. اثنين، عدم الكشف عن المعلومات الهامه. اي معلومه انا بعتبرها سريه ما ببعثها ببرامج تواصل فوري، رسائل فوريه، انستنت مسجنج، او بروتوكول نقل صوت على الانترنت. لكن المعلومات السريه وين بحطها؟ مثل ما ذكرت سابقا بجلسه سابقه، حصرا بنموذج ويب مؤمن. ثالثا واخيرا، حظر مشاركه الملفات. شو يعني حظر مشاركه الملفات؟ كل برامج الرسائل الفوريه، هلا اول ما طلعت كتعريفها رسائل فوريه كانت هي طريقه لارسال رسائل نصيه في الوقت الحقيقي. بس بعد فتره ضافوا لها ميزه انه مو بس رساله نصيه، انا فيني ابعث عن طريقه ملفات، شو ما كان نوع الملفات، فيني ابعث صور، فيديوهات، اصوات الى اخره. برامج نقل الصوت عبر الانترنت كلها فيها خيار ارسال ملفات. قالوا لي تضمن يفضل حظر مشاركه الملفات. يعني حظر اذا حاول واحد يبعث لي اللي هداك حاطط انه هو ما بيستقبل الملفات. طيب ليش حظر مشاركه الملفات؟ مشان واحد اذا جهازه مصاب ببرنامج خبيث ما يجي لعندي. اثنين، اذا حاول يتحكم بجهازي يبعث لي برنامج وصول مستتر ما يفوت لعندي. لما احضر مشاركه الملفات حتى لو ما عندي انتي فايروس ضمنت هالبرامج ما تفوت لعندي. فهي طرق ضمان سريه لدى استخدام بروتوكول نقل الصوت عبر الانترنت والرسائل الفوريه. فيه شيء لهم. الخيار اللي بعده الهواتف المحمولة، موبايلات. هلا أنا بتعامل مع الموبايلات في عندي كذا شغلة. أول شيء نحن لما عم ننزل بيانات، عم ننزل برامج، أنا لما بنزل برامج إذا جهازي آيفون بنزل من أبل ستور، إذا جهازي أندرويد عم ننزل من جوجل بلاي. طيب بيجي أنا في الحمد لله المتجرين هذول محظورين عندي. فبما أنه المتجرين محظورين الأفضل كان بيكون واحد طيب يفوت عليهم، هن اللي حاضرين مو منهم الحظر، شغل في بي ان يفوت على المتاجر النظامي بنزل البرنامج اللي بديها. في عالم ما تعرف تستخدم الفي بي ان، بيجوا بدلها بينزلوا من متاجر غير رسمية مثل أبي كي بيور، مثل أبتويد، مثل في كثير والأبتويد أسوأ واحد فيهم. مثل استخدام تطبيقات من متاجر غير رسمية. هلا أول شغلة برمجيات ضارة. ممكن أنا عم نزل برنامج، أنا البرنامج بعرفه بنزل مايكروسوفت أوفيس نفسه، ولكن فتت لنزله جوجل بلاي ما اشتغل عندي، فتت على الأبتويد نزلته. الأبتويد بيقول لي حتى أي برنامج حقه مصاري بيقول لي بنزلك يا مكرمك. بس هون قد يكون يحوي برمجيات خبيثة جواته، مع أني عم نزل برنامج شرعي ولكن مضاف له. لما عملوا له كراك فعلوا لي جميع ميزاته حتى الغير مجانية. يعني مثلا بيجي واحد طبعا بنزل الواتساب، الواتساب مجاني. لا، الواتساب مجاني مع دعايات، إذا بدي اشترك فيه مع حظر الدعايات له اشتراك سنوي. صحيح اشتراكه $1 بالسنة، بس من ناحية المبدأ انه له اشتراك. وهذا مثل اللي في عالم كثير، اي واتساب انت بتستخدم، شركة فيسبوك عندها اثنين، الواتساب النظامي الاخضر والواتساب بزنس الاخضر. في مثلهم هذول اللي مسمينه الواتساب الازرق والذهبي والاسود، كل واحد مسميه حسب المبرمج اللي عمله. هذا كله مو مزبوط، شخص عامله. طيب هالشخص شو في مشاكل؟ قلنا واحد برمجيات ضارة، قد تحوي برمجيات ضارة. طيب أنا منزله من زمان ما في ولا برنامج ضار، مو مشكلة، في مشاكل غيرها. هي أول مشكلة. المشكلة الثانية وصول للبيانات الشخصية. أنا بس نزلته على جهازي، طيب الكل على موبايلاته ما حاطين اسمكم، رقم هاتفكم الشخصي، أرقام العالم اللي بتعرفوها، ممكن حاطين عنوانكم بأكثر من شغلة بعثينا حاطينها ضمن الموبايل. طيب هاي المعلومات كلها الموجودة على الموبايل ممكن لعامل هالبرنامج يقدر يطلع عليها. فهي مشكلة تانية، وصول البيانات. ثلاثة، استخدام غير ضروري للمصادر. قصدي استخدام غير ضروري للمصادر، لما أنتم عم تنزلوا أي تطبيق على الموبايل، أول ما بدي نزله أثناء عملية تثبيت سيتاب بيعطي رسالة أنه هذا البرنامج المفروض تسمح له بالوصول لواحد اثنين ثلاثة أربعة، موافق كملت تنصيب، مو موافق طلع.
طيب انا جاي انزل لعبه، قال لي اللعبه بده يحق الا تفوت على الاستديو عندك تشوف صور اللي عندك وتفوت على الانترنت. اللي فيها هي مجرد ما حطيت انا موافق، بعد فتره انا كان في صور شخصيه على الموبايل لقيتها منشوره على الانترنت. مشكلتك انت منزل شيء مكان غير معروف وسامح له يدخل على الصور، بينما انا بيجي عم باخذ نقطه برامج تواصل مثل هدول اذا ما لي حاضر مشاركه الملفات عم نزل واتساب اللي بده يفوت على الاستديو. ليش؟ لانه انا بدي ممكن شارك صور منه، ممكن شارك ملفات تانية، ممكن ابعتها. اما اذا حاضر ملفات ممكن اقول له انا ما بدي هذا، انا امنعه. بقدر امنعه هي بقدر. في برامج اذا منعتها بتضل شغاله بدون بعض الميزات، في برامج اذا منعها شيء ما تعود تشتغل. بس هون انه ممكن لما عم نزل من متاجر غير رسميه يصل لمصادر غير ضروريه بالنسبه له. يعني عم اقول لعبه شو دخلها والله بالاستديو اللي عندي؟ ليش حطيت هيك مثال؟ آخر واحدة رداءة جودة والتكاليف الضمنية. رداءة جودة ممكن يكون جودة متدنية، أنا منزل برنامج حسابات طلع ما بيعمل لي غير مثل واحد يادوب مبتدئ محاسبة ما بيعرف خيارات، ما فيه إمكانيات لقدام. ممكن يكون جودته سيئة، عم نزل لعبة ممكن رسومياتها سيئة، تحكم فيها صعب، ممكن مو أكيد. والتكاليف الضمنية أحيانا أنا نزلت برنامج مجاني بس بيجبرني لألعب فيه، والله بدك تنزل هالشغلة، بدك تفوت على هذا المكان، بدك تعمل شيء. يعني أكثر الألعاب المنتشرة إذا شفت مثلا هلأ الببجي وهدول الألعاب، طيب الألعاب كلها مجانية. شوف العالم اللي برات سوريا بيقول لي والله عم بدفع هاللعبة 200 دولار بالشهر 300 دولار بالشهر. طيب ليش؟ احنا حاطين لعبة بحد ذاتها مجانية ولكن إلى ميزات. مثلا في ألعاب إلي عدد من المحاولات لأنهي المرحلة، إذا خلص وما أنهيتها اللي بتسنى ساعتين، بتسنى ثلاث ساعات، بتسنى يوم، اللي هو حسب اللعبة. أو دفاع بفتح لك ياهم رأسا. ممكن في خيارات ما بنفتح غير بالمدفوعة إلى آخره. هون أنه ممكن في تكاليف، مع العلم بننزل برنامج مجاني. هاي مشاكل استخدام تطبيقات من متاجر غير رسمية. بعدها حايرين تحدث عن مصطلح صلاحيات التطبيق، هلا حكيته. صلاحيات التطبيق هي لما أنا بعمل تنصيب لأي برنامج، هلا نذكرك لما بعمل تنصيب لأي برنامج بيقول لي مسموح له 1 2 3 4، فهدول المفروض أنا أدرسهم بالمنطق. هذا البرنامج المفروض يستعمل في الشغلات ولا لا؟ مفروض يستعملهم؟ قلت له ماشي، وطبيعي مفروض يستعملهم ومن شركة موثوقة، مو مفروض يستعملهم بخمسة عربين عامله، مفروض يستعملهم وشركة موثوقة. ما المفروض يستعملهم أو ما بعرف مين برمجه طلعت صلاحيات فيها شيء تيتو بيأثر على الخصوصية تبعي، ما بدي اياه. التطبيق كله لغي. بعدها إمكان استخلاص المعلومات من تطبيقات في المعلومات. طيب إذا واحد دخل على موبايلي عن طريق برنامج بعث لي تجسس، فات من موبايله على موبايل، ما في يفتح مثلا برامج الاتصالات اللي عم بستعملها، منزلين واتساب، منزلين تليجرام، شيء. طب البرامج كلها لما تنزلوها بيلكم اكتبوا اسمكم، ما هاتفكم في حاطط فيها صور شخصية، ممكن حاطط صورة البروفايل أو حتى الصور اللي أنا حاططها. هون أي تفاصيل عم حطها، تفاصيل اتصال، صور أو حتى سجل الموقع، الموبايلات كلها فيها الجي بي إس لأننا نفعله، فباين بكل وقت وين كنت. طيب أنا ما نفعل الجي بي إس بس نفعل الإنترنت معي، الإنترنت تلقصه. بالنسبة لشركات الاتصالات حتى مجرد انه فيه سم فيها تلقط وين، فهلا هالمعلومات بالنهاية مخزنة على موبايلي. يعني مثل هلا بالزمانات هي ايام موبايلات نوكيا، بلشوا بخيار كانوا شركة سيرياتيل السي ام رسائل خدمة، احدى رسائل الخدمة البرج اللي انت مستعمله
فتلقائيا وانا عم بتنقل انت صرت عند هذا البرج، انت صرت عند هذا البرج، انت صرت عند هذا البرج. هي معلومات موجوده على الجهاز، لو ما طلعت لي ممكن استخلصها من بيانات الجهاز. فهون اللي بيخترق موبايلي ممكن يعرف الاماكن اللي عم رحلها، ياخذ تفاصيلي الشخصيه، كل شيء معلومات انا مخزنها ضمن الموبايل، ياخذ صور، كل شيء انا حاطه جواته. هلا هون كله كنا عم نحكي مشاكل هواتف محموله. طب الوقايه منا، انا عرفت المشكله، طفي بدي الوقايه. هلا الوقايه عنا شغلتين، اجراءات احتياطيه واجراءات طوارئ. اجراءات احتياطيه شو معناها؟ اجراءات احتياطيه انه انا موبايلي مثلا ضاع، انتزع، احترق، شو ما صار له، كنت بالبحر شفت ابني مط بالمي حطيت وراه نسيتي من الموبايل، انتزع ما قدرت ارجع شيء منه لاي سبب، موبايلي راح مني، طيب عليه معلومات. الاجراءات الاحتياطيه اني ارجع البيانات. احسن اجراء احتياطي هون هو ان يكون عندي نسخ احتياطيه. النسخ الاحتياطيه بكل الموبايلات موجوده، انا فيني اربطه مثلا بي حساب على كلاود كومبيوتينج. حكينا عن مشاكل الكلاود اساسا، الحوسبه السحابيه، انا مخزنها بموقع على الانترنت، ربطه كلمه سر، بكون حاطط جواته انه خذ مثلا المعلومات، خذ الباك اب يومي، خذه كل ساعتين، بعطيه الطريقه اللي انا بدي اياها. انا حرب الزمن اللي هون بأسوأ الحالات ضاعت ما في مشكله، برجع بدخل على السحابة حط سري بقول له رجع لي البيانات، رجعت على الجهاز الجديد. يعني حتى هلا موبايلات اندرويد، انا اذا رابط موبايلي على السحابة ضاع الموبايل، انتزع، شو ما صار، ضاع، انتزع، اي شغله اللي صارت، ما ضاع، حسيته صار قديم، اشتريت واحد بدله، مجرد ما جبت الجديد عرفت بالحسابات فيه، حطيت إيميلي وكلمة سري، بيرجع لي، هو بيرجعني، بيرجع البرامج حتى اللي كنت منزلها، واتساب برسائله، تليجرام برسائله، بياناتي كلها أنا مخزنة على السحابة، بيجيب لي إياها. فلا سوا حكينا عن مخاطر السحابة المرة الماضية، أنه هذا هلا موبايلي أندرويد ما في مشكلة، كان كنت جايب موبايل هلا جبت موبايل هواوي ما بيهم، ممكن نسخ احتياطي على السحابة انت حط. انت ضمن حسابك اساسا ابدا خلص، بس اي جهاز اندرويد بس تمسكه اول شغله بيسالك اياها بيقول لك حط ايميلك، اذا ما لك حطت ايميل الجوجل بلاي ما بيفتح. هون لأنه النسخ الاحتياطي عم تحط هذا الإيميل، فإذا اخترق إيميلك عمليا إيميلك هلأ يحوي جميع بياناتك اللي انت حاطه واللي ما لك حاطه، مجرد أنك رابط موبايلاتك فيه صار هذا اللي أخذ إيميلك فيني لك كل شيء عامله وكل رفقاتك شو عامل مع مين عم تحكيه إلى آخره. لشي صار بهالربط هلأ بالموبايلات، صار كلمة سر الإيميل الأساسية. 90% من العالم بيجوا انا ما بعرف اسوي ايميل اساسا، المحل اللي عمل لي الموبايل اشتريت من عنده عمل الايميل وربط لي اياه، فانا صداع هذا الايميل، هذا الموبايل او انتزع او كذا، جبت موبايل جديد البيانات كلها راحت. لو حتى هذاك المحل اللي عمل لي الايميل ما كتب هو لا شو الايميل اللي عمل لي اياه ولا كلمه سر، ما له سائل، بده يمشي زبون هو. طب روح لعنده شو حاط لي اياه، والله ما بتذكر شو بعرفني، كل يوم عم بعمل لك كذا زبون فضيلك انا. غير شركة هات ميل لشركة مايكروسوفت، جيميل لشركة جوجل، شركات مختلفة، وياهو ولايكوس، في ميت مو مية اكثر، في الاف الشركات مزودة خدمة بريد الكتروني، فيك تعمل عند اي واحد فيهم. هاي حكيت وقت الإيميل، بس مثلا بسوريا هلا بأي شيء رسمي لا يقبل إلا الإيميل الموجود على nmail.sy national mail. هذا الإيميل جديد لسه، لقيت التجربة ما تفعل بشكل كامل،
وقت إنشاء الحساب بيلك حط رقمك الوطني، لأنه كل واحد سوري له إيميل واحد، وهذا الإيميل لهذا الشخص لهالسبب من الأسماء حتى الرقم الوطني. الشغلة الثانية من ناحية حماية الهواتف المحمولة، ليش بس دقيقة لشوف، لأنه إذا ما بعرفه. طيب آسف نرجع. هلأ إجراءات الطوارئ، شو إجراءات الطوارئ اللي أنا بستعملها؟ أنه أنا موبايلي انسرق، طيب أنا بيهمني إجراءات الطوارئ أنه اللي أخده ما يأخذ بيانات اللي عليه. إجراءات الأمان كان أني أنا أقدر أسترجع بياناتي، ولكن إجراءات الطوارئ ما يأخذها حدا غيري. ففي الخيارات اللي بحكيهم بس مثل شو، أبسطها تحديد موقع الهاتف. بقول له وين موبايلي؟ بقول له موبايلك موجود بهذا المكان، بيطلع مكانه على الخريطة بالضبط. هلا بحكي شلون بجيبهم. الثانية أتقل شوي، مسح عن بعد، يحذف لي كل بياناتي على الجهاز، يحذف لي بياناتي عن الموبايل. فرمته بعمل له ضبط مصنع، مع العلم هو ما له معي. الخيار الأخير تعطيل عن بعد، بعطل الموبايل ما عاد يقلع نهائيا. طيب هذول الخيارات أنا شلون فيني ساويهم؟ معظم الموبايلات هلأ هي تعود إلى الشركة المصنعة. كيف إلى الشركة المصنعة؟ يعني موبايلي شو نوعه؟ سامسونج، بتفوت على موقع سامسونج. هواوي، بتفوت على موقع هواوي إلى آخره. الشركات اللي عم تصنع موبايلات بالكتالوج، هلأ رح يكون في برنامج نازل بلي فعله أول ما جبته جديد، فوت حط اسمه كلمة سر، خلص صار شغال. بس انفقد مني الموبايل، يكفي إنه يكون بمكان متصل بالإنترنت، بقدر أعمل هالخيارات. لسه في خيار هم مذاكرينه، أنا بقول له والويل، بيشتغل زمور مستمر بأعلى صوت. إذا ما كان قريب شوفوا ليكم، تعال طلعوا من جيبتك. هذول الحمد لله ما بيشتغلوا عنا، لسبب أنه عنا كل الحرامية بيعرفوا أنه أساساً إذا بقدم فيه ضبط الشرطة بيجيبوه على الإيمي. فأي واحد بس سرق موبايل أول شغلة بيعملوا بيفكوا، بيقيم السيم، بيقيم بطارية، وبيبيعوا القطع. هون بيعرفوا أنه بينجاب، فعم ينباع قطع. ولكن إذا ما انباع قطع، أنا في ميزات. هاي الميزات واحدة لا،